양재민! من فضلكم بصولي بصولي وفهموني، احنا لازم نعرف حقوق البلد دي قد ايه علينا. الدين الداخلي عدى 900 مليار جنيه، والخارجي عدى 35 مليار دولار. الديون دي بتاكل وبتبلع الدخل العام. عشان كده انا فكرت مجرد فكره، يعني ان احنا زمين مخرب بيتك، انت بتعمل ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ الريحه بكه، ريحه ايه؟ اسكت خالص اسكت. حضرتك اعلنت عن حساب في البنك اسمه حساب التطهير لحراميه العهد البائد. هو في حرامي هيرشد عن نفسه ولا مصر هتنهض بفلوس حرام؟ عشان خدت التوم، عشان خدت الزيت. حرام عليك يا اخي، حرام عليك. احنا برضو لازم ندي فرصة للحرامي عشان يتوب، وان الله غفور رحيم. وبعدين ما تنسوش ان مصر محتاجة لكل اولادها. وحضرتك ناوي تعمل ايه مع العدو الاستراتيجي اسرائيل؟ لا مش هسكت، مش هسكت ابدا على الاتفاقيات اللي خربت بيت مصر. هتخد التوم، هتخد الزيت. هصرخ حصرخ بعين وصوتي. يا صهاينة إن بهرتكم. انت في حاجة تعباك يا جمال بيه؟ لا أصلا بس صعبان عليا قوي مصر، قوي أصلا اتبهدلت قوي 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 قوي، وفضحتها هتبقى بجلاجل. ما تتصرف يا نديم، كل مصري اصيل خايف على اكل عيشه يتقدم بسرعه وينقذ مصر. يا حبيبتي يا مصر، ايه اللي بتعمله ده؟ الله يخرب بيتك. زمي اتسحنا لازم يكتب هنا. يمضي ايه وده وقته؟ هات الورقه. ها ممكن تمضي لنا سعادتك الورقه دي؟ اتفضل اتفضل. شكرا. خد الورقة، هات البنطلون. هات البنطلون. اتسكر يا زمي. كده بقى الاقتصاد باظ. تدين هاخد برده بيصوروني. خد الكاميرات دي يا عم. شارة تعمل خررة في الأرض. خررة فوق دماغك يا حيوان. ليه كده يا جيمي؟ جيمي انت هتصاحبني يا اخويا. اسمي جمال بيه يا حيوان. لا 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 يا حيوان. جمال بيه لا، السلاح يطول يا جمال بيه. ما يطول يا اخويا، دي مصر كلها شافت وراكي. ايوه هي كانت وحشة قوي. وراكي؟ لا الموقف الموقف. امشي انت الاخر من وجهي. امشي. بس يا حبيبي بلاش تعملي في نفسك كده، بكره جده يهدى ونخليه يرجع لك طنطا. يا عايزه طب يجي دلوقتي، ولو جيت بالمهم انا رايح انفذه. سيبينا لوحدنا شويه يا دينا. حاضر يا جمال. ليه العيال ده كله ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبي جده؟ شفتي عمل فيها ايه قدام الناس؟ انا اللي غلطانه مش هو، انا اللي وديته هناك وخليته يعمل كده. جيس يا حبيبتي لازم تفهمي ان الكون ده مش لعبه هتلعبي بيها شويه وترميها. لا ده راجل كبير. ازاي بقى اسيبه يعيش معاكم في البيت؟ انا بلعبش غير معاه، انت صاحبي. حبيبتي ما هو مش هيفضل صاحبي طول العمر، لان انت بكره هتكبري وهو هيفضل طول عمره صغير. يا بابي يا بابي انتوا فين؟ انا عايز اعلمكم يا رب. بلاش تقولي عند بابي وماما. بقى الشر عليك يا جيسي يا بنتي. طب خلاص 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 يا حبيبتي خلاص. خدي دينا وروح هاتوه. خلاص خلاص مبسوطة؟ يلا هاتي الحب بقى بتاعك انت. الله يا حبيبي جدو. تبقى لي حوالي وكان عايز يموت توم المدرس. انا اسفه يا توم، انا مش هرجع القصر من غيرك، ولو انت ما رجعتش معايا